مساء الورد والفل والياسمين على كل مشاهدينا الغاليين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا درتين وراجل. قبل ما نتكلم على موضوع حلقتنا حابه ارحب بصديقتي ودرتي شيماء البدري. اهلا يا شيماء. اهلا يا شيماء، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ومساء الفل والسعاده والياسمين على كل مشاهدينا في كل مكان، واحب اقول لكم وحشتونا جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. الفن لغه الشعوب. الفن يتنقل بينا من الماضي للحاضر ورسالة لكل المجتمع. في ضيافتي النهاردة خير من يتحدث عن الفن عالم من أعلام الإخراج المصري. هنشوف الفيديو ده وهنرجع لكم تاني نرحب بضيفنا. ضيفي نجم يتلألأ في عالم الفن والإخراج. ضيفي مميز جدا. ضيفي قيمة وقامة في السينما والتاريخ المصري. ضيفي من محافظة القاهرة، درس في معهد الفنون المسرحية. هو كمان من خير من أعماله 17 عمل تاريخي وديني. من أهم أعماله مسرحية الثعلب للفنان الكبير محمد صبحي. وطبعا معروف عن الفنان محمد صبحي اللي مش اي مخرج بيخرج له غير ضيفي الفنان المخرج القدير استاذ محمد الشاي. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا ستي. اخبارك ايه؟ الحمد لله، منور درتين وراجل. انت منورين. نورتنا يا استاذ محمد، الله يحفظك. حضرتك انطلقت الاول في التمثيل، كان في فيلم على من تطلق الرصاص. على من نطلق الرصاص. على من نطلق الرصاص. طب حضرتك ليه ما استمرتش في التمثيل مع انك خريج فنون مسرحيه؟ ما اعرفش يعني، هو الحقيقه يعني انا بحب التمثيل جدا، ومثلت اول ما دخلت التلفزيون مع الاستاذ ابراهيم الصحن، ومثلت مع نور الدمرداش، ومثلت على من نطلق الرصاص. ده كانت صدفه، انا رايح ياما كنت متعين في التلفزيون يعني سنه 74 بالقطع. استاذ محمد الشال مدير عام الدراما والبرامج في التلفزيون المصري، وعضو مجلس نقابه السينمائيين كمان. ما احنا خدناها بقى ستيب باي ستيب بقى، يعني خطوه يعني. اتعينت الاول مساعد مخرج، وبعدين مخرج مساعد، وبعدين مخرج منفذ، وبعدين مخرج، وبعدين مدير عام، وبعدين رحت القناه الرابعه الاسماعيليه وكده، يعني كنت رئيس القناه سنه 2000 يعني. فانا اخترت مجال الاخراج لاني حسيت ان المخرج هو الليدر، وهو المسؤول، وهو المدير. مظبوط. للفنيين والفنانين، وهو اللي بيختار الفنانين اللي يشتغلوا معاه، والفنانين اللي بيشتغلوا معاه، والعمل اللي هيعمله. فحسيت ان المخرج اقوى من الممثل، وفي نفس الوقت يعني طبعا اساتذتنا في الاخراج اللي احنا تلمذنا على ايديهم، يعني زي الاستاذ نور الدمرداش والاستاذ محمد فاضل، ربنا يديله الصحه وطول العمر. حضرتك تاثرت بيهم في الاخراج. ما انا يعني اتعلمت منين؟ واتعلمت منهم. وحضرتك بنتعلم من حضرتك احنا كمان. الله يحفظك. طب حضرتك ليه يا استاذ محمد خرجت مسرحيات كتير، مثلا مسرحيه الثعلب للفنان محمد صبحي، ومسرحيه الورثه، ومسرحيه اصل وخمسه، ليه فضلت الاخراج التلفزيوني عن الاخراج المسرحي؟ ما هقول لك يعني، هو طبعا الاخراج المسرحي من بعد مسرح التلفزيون اللي عمله السيد بدير انتهى، ما بقاش في مسرح تلفزيون، بقى المسرح تبع هيئه المسرح، وانا اساسا موظف في التلفزيون. فطبعا بالتالي لازم ابقى مخرج تلفزيوني، مش هسيب انا التلفزيون وانقل نفس هيئه المسرح، يعني كان صعب يعني. وانا حبيت التلفزيون لان طبعا التلفزيون بيشوفوا كان ايامها 80 مليون 90 مليون، النهارده عدينا ال 100 مليون، التلفزيون بيخش كل بيت. مظبوط. فهنا العمل الجيد بيجذب ملايين وبيتفرجوا عليه، اما المسرحيه انت مرتبطه بشباك التذاكر، ومرتبطه بالناس اللي جايه تقطع تذكره او واخدين دعوه يتفرجوا. فحبيت طبعا التلفزيون، لان التلفزيون هو يعني اساس الثقافه
وأساس الفن في مصر يعني. وفي فرق ما بين الفترة الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات. أنا كنت لسه لحضرتك السؤال ده، إيه الفرق ما بين الدراما زمان والدراما النهاردة؟ ما هو أقول لحضرتك، هو طبعا الفرق في الإبداع. مين بيبدع؟ من أول الكاتب لما يمسك القلم ويكتب الفكرة، وبعدين يعمل السيناريو والحوار، وبعدين يديهم المخرج يضيف عليهم. والله لو المخرج إمكانياته يعني مبتدئ أو إمكانياته ضعيفة بينجح العمل. بينجح ليه؟ لأن في إبداع من الورق في الفكرة والمضمون اللي بيوصله للمشاهد، أو المشاهد بيحس إنه إيه، إن أنا بحترم عقليته فجايب له موضوع من حياته. يعني أنا عملت الهامشاهين زواج سعيد جدا وسهر اسمها ياسين، كان كاتبها لي أستاذ محمد جلال عبد القوي ربنا يديله الصحة. وبمناسبة الفنانة إلهام شاهين، سمعنا إن في خلاف كده بينك وبين الفنانة إلهام شاهين. بص، هو خلاف سطحي يعني. أنا يعني اشتغلت معايا مرتين كممثلة وأنا مخرج، ما زعلتهاش. هزعلها النهاردة وأنا خطيت 70 سنة. الخلاف كان بسيط جدا يعني، كان بنكرم عزة العلايلي في مهرجان القاهرة السينمائي اللي كان في اسكندرية، وبإشراف الأستاذ أمير أباظة، فكنا قاعدين بنكرم الأستاذ عزة. أنا بحب عزة العلايلي على مستوى الإنساني، وإنسان جميل جدا، ومديلي إيديه وأنا لسه بحبي يعني، ما روحتش تلفزيون وما بقيتش مخرج ولا أي حاجة، لكن هو إنسان جميل ويستاهل ان الواحد يروح له المكان اللي هو فيه. فقام قال نترحم على روح المرحوم نور الشريف الله يرحمه، ومحمود عبد العزيز، ومدام رجاء الجداوي، ومحمود ياسين، ووقفنا وترحمنا وقرينا الفتحة. قام الاستاذ سمير الجمال عيط ونهنا، ايه عزت؟ قال له ايه يا استاذ سمير بتعيط ليه؟ قال له ابني، افتكرت ابني مات. فانا قلت لهم يا جماعه كلنا هنموت، ليه قلت كده؟ استاذه الهام بقى اتلفتت لي وقالت لي احترم مشاعر الاخرين، فخرجتني عن شعوري بقى. قلت لها انت بتعلميني يا الهام ان انا احترم مشاعر الاخرين؟ انت مش عارف انت بتكلمي مين؟ انا محمد الشال. قالت لي عارفه. قلت لها دي نصيبه ثانيه انك انت عارفه، وتعيب يا الهام، ربنا يشفيكي. بس حصل جملتين كده وزي بس. في حاجات بقى زادت بقى على الفيسبوك، والفيسبوك قاعد يهلل، هو السوشيال ميديا بيزود الموضوع وكلمني قناه كلمتني على التليفون، قلت لهم مفيش حاجه، وانا فعلا مفيش بيني وبينها، هو سوء تفاهم بس يعني. حضرتك فنان جميل وهي كمان فنانه جميله كلنا بنحبها، وهو كان سوء تفاهم خالص الحمد لله. وفي فرق سن بيني وما بينها يعني وكده يعني. المهم يعني الموضوع خلص. الحمد لله. بما ان حضرتك ابتديت الاول في التمثيل، انا لو عايزه ابتدي في التمثيل ازاي ابقى ممثل كويس، وازاي اتجنب الناس النصابين اللي في الوسط؟ تمشي في الطريق. الطريق هو ايه؟ ثانويه عامه فنون مسرحيه، تتعيني في مسرح، يشوفك مخرج زيي يختارك تعملي عمل معاه، يشوفك مخرج سينما تعملي عمل معاه، تبداي تنطلقي بعد كده. طب لو عدينا مسرح فترة الثانوية العامة والجامعة وخلاص وعايزين نمثل نعمل ايه؟ عايزين بس تجي لي بقى في أنصار التمثيل والسينما دي جمعية أنا عضو مجلس إدارة فيها يعني، دي عملها جورج أبيض ومحمد عبد الوهاب والأستاذ عوارس عصر والأستاذ محمود السباع والأستاذ محمد توفيق سنة 1913. الجمعية دي موجودة في 8 شارع البورصة، والحقيقة يعني أنا يعني عملت فيها بروفات لمحمود المليجي ومسرحيات كده. كانت مسرحيه اسمها مين قتل برعي، كان كاتبها الاستاذ لينير الرملي حقيقي يعني. فالجمعيه دي يعني بتبدا تعمل نشاط، وسهير حقيقي كلفاني ان انا نختار انتوا احلى نماذج نختاركم معانا، هنعمل ان شاء الله. انا سهير المرشدي، احنا مستنيين مكالمه منها ان شاء الله. يا ريت. طب ازاي يا استاذ محمد ازاي اتعامل مع الكاميرا من غير خوف؟ انا كاميرا سينما ولا تلفزيون؟ سواء السينما او التلفزيون. شوفي، الخوف يتنزع منك لما تشتغلي مسرح. لو اشتغلتي مسرح وواجهتي جمهور هتواجه الكاميرا، بالعكس كده الكاميرا اسهل، لانك لما تغلطي هقول لك نكمل ونعمل مونتاج ونكمل. لكن في المسرح لما تغلطي يعمل معاكي ايه؟ الجمهور هيشوفني. لا ما مش هينفع. المسرح ايوه بقول لك الجمهور هو اللي هيشوف الخطا على طول. المسرح يا استاذه، المسرح ابو الفنون كلها.
اللي اتعلم مسرح يقدر يقف قدام اي كاميرا. ما هو نفسي اتعلمت مسرح الاول فاقدر اقف قدام اي كاميرا. المسرح من ايام الاغريق من اليونان، اليونانيين يعني عملوا المسرح اليوناني، وبعدين جه المسرح الروماني، وبعدين جت العصور الحديثه بقى شكسبير وموليير وكده. المسرح ليه طعم تاني وشكل تاني، لان الجمهور بيخش بيقيمك في ساعتها وفي وقتها. ايوه وبتنجح في وقتها. ما هو بيحصل تفاعل ما بين المشاهد وما بين الممثل، تفاعل خطير وكونتاكت جامد. وهنا بقى يعني لو بتعملي كوميدي لو قلت اي كلمه يقعد يضحك، طالما استخف دمك هيضحك ويتبسط، طالما بتقولي حاجه هادفه زي مسرحيات علي سالم وكده، مدرسه المشاغبين بقى وكل المسرحيات اللي كتبها علي سالم والمسرحيات اللي كتبها يوسف عوف من المؤلفين للكوميديا الجمال، الاستاذ يوسف عوف جوز المدام خيريه احمد وكده، عمل حاجات. وانا الحقيقه يعني اخرجت مسرحيتين ثلاثه، مسرحيه الثعلب اهمها يعني. ده لا هي انا محمد صبحي ما بيخليش حد يخرج له. ما هو هقول لك ليه بقى صبحي. انا عايز حضرتك تحكي لي عن تجربتك مع فنان محمد صبحي. الفنان الكبير محمد صبحي يعني ربنا يديله الصحه، كان معيد في المعهد وانا كنت خلصت المعهد. فالثعلب كانت انتاج خاص منتج، وهي موجوده على اليوتيوب على فكره، اللي يحب يتفرج عليها يخش يتفرج عليها. المنتج جالي وقال لي عايزين نعمل مسرحيه الثعلب تعجبك وكده، قلت له طب اقراها واشوفها. قريتها لقيت الدور ينطبق على الاستاذ صبحي، فرحت له البيت وفتحت لي الباب. الله يرحمها زوجته كانت الاستاذه نيفين رامز الله يرحمها، قلت لها استاذ صبحي موجود؟ قالت لي موجود. قلت لها طب انا عايز اكلمه وبتاع. خرج من جوه رحب بيا وبتاع، قلت له الثعلب اهي، ممكن تديني رد دلوقتي؟ قال لي ما حدش بيشتغل، سيبها لي يومين. قلت له لا دلوقتي، حضرتك تقول لي او لا، عشان دلوقتي يعني هعمل معاك العقد واديك الفلوس ونيجي ونصور بعد اسبوع. وكان دخل اراها قال لي حلوه وكده وبتاع، وجي وصورناها فعلا وطلعت زي ما انت شايفاها كده. يعني هي بونبونايه بس ليها مضمون وليها فكر وفيها رمز، فيها رمز ان دي مصر هتسرق مننا، الشقه بتاعته دي مصر، وهتسرق. يعني هي كل اعمال فنان محمد صبحي فيها رساله ورمز. ما هو ما كانش فيها هدفها، هو ما كانش وافق عليها هدفة. هو صبحي ما كانش وافق على المسرحيه لو ما عجبتوش، فهو وافق عليها. وانا اخرجتها مسرح وتلفزيون، يعني الاثنين مع بعض. وطبعا الاخراج التلفزيوني للمسرح يختلف عن اخراج المسرح للمسرح، بس مخرج التلفزيون يعني يوصل الرساله صح ويقدر يستخدم الكاميرات وهو بيصور. انت عارفه طبعا احجام الكاميرات، الكلوز والميديوم واللونج شوت. طيب انت بتخرج بقى مسرحيه، شوف ايه اللي ينفع كده وايه اللي ينفع كده وايه اللي ينفع كده. من ضمن الحاجات اللي صورتها برضو المدام سهيل المرشدي، ايزيس توفيق الحكيم، وكانت في المسرح القومي. رقصه سلوم الاخيره كان تاليف الاستاذ محمد سلماوي الله يمسيه بالخير، صورناها برضو وطلعت جميله جدا، لغه عربيه وفي نفس الوقت سلومي بقى، يعني قصه سلومي. فالحقيقه مدام سهير يعني كنت انا محظوظ صورت لها ثلاث مسرحيات. الفنانه سهير اصلا جميله وتمثيلها جميل طبعا. وحنان بنتها يعني من احنا بنحاول نتواصل معاها يعني. طيب ماشي مفيش مشكله نتواصل تحت امرك. احنا عايزين نعرف بردك ايه الصفات والمهارات اللي المفروض تتوفر في الفنان، يعني ايه الادوات بتاعته المفروض توفر فيه ان هو يبقى فنان او يتاهل يبقى فنان محترف. بصي اذا كنت بتتكلمي عن الاخراج هقول لك، كنت عايزه التمثيل هقول لك التمثيل والاخراج يعني الطريق شاقي وطويل. اه وعشان تعملي ليكي اسم او تعملي ليكي وضع، يعني انا عشان اخرج قعدت 20 سنه مساعد مخرج، 20 سنه يعني. شوفي بقى ما زهقتش؟ لا ما حسيتش مثلا مرات ان فقدت الامل انك ممكن توصل انك تبقى مخرج؟ لا 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 دي حاجه حلوه يعني، الاصرار والعزيمه انك توصل لهدفك وحلمك. بتعلم وانا قاعد دي 20 سنه بلعب، 20 سنه اللي ما يجيبش محمد الشال يشتغل معاه ما يعرفش يسجل. احنا زمان كنا بنشتغل في الابيض والاسود، ما فيش حاجه اسمها مونتاج، بنعمل بروفا بيضة كده بنغير اضاءه والمصورين بيعرفوا شطاتهم وبيعرفوا ايه الموضوع. تاني يوم بقى بنيجي نعمل بروفة كاميرا مره واتنين
ونخش تسجيل بعد كده، عشان لو غلطنا هنعيد من الاول. ما كانش في حاجه اسمها مونتاج تماما، ده في الابيض والاسود. لما جت الالوان بقى وجه المونتاج ريحنا شويه بقى يعمل. بس في حاجه بقى اسمها ايقاع، ان المخرج لازم يظبط الايقاع بتاع العمل اللي هيعمله، والايقاع ده بيتظبط اساسا على السيناريو وعلى الورق وعلى الحوار وعلى الشخصيات، ويشوف ايه يعني ايه اللي ممكن يضغطه كاتب المؤلف. ومش لازم مش كل حاجه كاتبها المؤلف انا لازم اصورها، انا اصور اللي انا حاسس بيه، اللي انا ماسك ايقاع الحاجه. زي 100 فرخه وديك عندك موجوده على اليوتيوب، 100 فرخه وديك دي قصه امين يوسف غراب كاتب كبير، وفيها اسقاط ورمز على الحكومه ورمز على الدنيا ماشيه ازاي، والعمده اللي بيلم فراخ البلد ويبعتها لمراته في مصر بتاع. هو مش مقصود العمده، هو مقصود الفساد، الفساد اللي موجود في البلد بالظبط. فالحقيقه يعني العمل من غير رمز ما ينفعش تماما يعني. فمن ناحيه الاخراج المخرج يتحمل مسؤوليته، يتحمل ان المشاهد يعني يطفي التلفزيون. سهل قوي ان انا اطفي التلفزيون واسمع الراديو واسيبه واسيب المسلسل اللي كان بيتابعه عجبنيش ده. لكن امتى العمل يشد؟ لو العمل بيكون هادف، بيكون بيقول حاجه، في مضمون وفي فكر وفي حوار وفي شخصيات مرسومه وكده. التاليف ده شيء كبير وبيبقى موهبه من عند ربنا يعني. بعد اسامه انور عكاشه وحيد حامد وجلال الغزالي، انا عملت حاجه اسمها ليله زواج اخر الابناء لجلال الغزالي، دي عملتها بمحمد رضا الله يرحمه واحسن العوي، اثنين ممثلين. طبعا كانت تجربه صعبه جدا ان انا اقبلها، وانا الكلام ده كان سنه 85، لكن قبلتها وقلتها تحدي، ونزلت الاستوديو واذعت ثلاث مرات، وكتبت عليها الاستاذه نوال البيلي انا في كامل قواي العقليه ولم يصبني الملل لثانيه واحده، وبسقف لمحمد الشيال وبسقف للمؤلف وبتاع. ليه؟ لان موضوع واقعي، زوج وزوجه بيعملوا فرح اخر ولادهم والفرح خلص، وبعد كده بقى ايه فضي عليهم البيت، هيتسلوا في ايه لو اتخانقوا مع بعض. بس برضه هرجع لسؤال اللي سالته شيماء، اتفضلي. احنا عايزين نعرف ايه الصعوبات اللي ممكن يواجهها الفنان في اللوكيشن، الممثل يعني. الممثل انه يبقى فاهم دوره وجاي حافظ ومذاكر المشاهد اللي هيعملها وعارف هيقول ايه ويتقمص الشخصيه، ان هو يكون حافظ اهم حاجه. ما انا هاخد انا هقعد اسجلها منه كلمه كلمه؟ لا طبعا انا بشرح له المشهد قدام، والله انت هتقعد هنا وبعدين هتقف كده وبعدين هتيجي كده وبعدين هتيجي نقطه خروج ونقطه دخول وكده. ساعات مثلا نصور نص المشهد طلع حلو ما عدوش، راح مكمل لانه حلو اعيده ليه تاني؟ اتشط على طول مره واحده. مره واحده ده لو هيتاخد كله مش هنعمل ستوب جواه يبقى جميل جدا. اما لو هنعمل ستوب بعد مثلا خدنا نص صفحه بس عجباني ما عيدهاش، خلاص هكمل كمل بالمونتاج، ويسمع اخر جمله ويخش على اخر جمله يكمل على طول يعني. فالحقيقه يعني الدراما النهارده اللي انا شايفه ده شيء مؤسف للغايه اللي بتذاع الشاشه يعني. اولا دراما والسينما، السينما دي موضوع لوحده، لان السينما يعني ايه، كنا تاني بلد على العالم في السينما. فيعني يوسف شاهين وبركات وحسين كمال والاستاذ كمال الشيخ يعني انا بعتز بيه جدا يعني، كمخرج قدم شروق وغروب. حد يقدر يعمل فيلم شروق وغروب تاني زي ما عمل كمال الشيخ؟ لا، كان معمول بطريقه جميله. بس المخربون برضو اخراج كمال الشيخ وكده، على ما نطلق الرصاص برضو يعني ايه، كان متخصص في السسبنس من اول ما عمل المنزل رقم 13 لغايه ما عمل الافلام اللي هو عملها. كمال الشيخ عمل يجي 50 فيلم ولا اكتر ولا اكتر يعني. فالحقيقه يعني وحسين كمال طبعا من اول ابي فوق الشجره والمستحيل، جميل فيلم ابي فوق الشجره، انا بحبه وبعشقه، كل ما يتعرض لازم اتفرج عليه. وغيره والمستحيل، اول حاجه عملها مع ناديه لطفي وصلاح منصور، فيه كان ابيض واسود. فالحقيقه حسين كمال، حد يقدر ينسى شيء من الخوف؟ لا طبعا، جميل. أو شيء من الخوف ده، أول ما خلصوا حسين كمال ونزل اتمنع من العرض، قالوا العصابة دي فيها إسقاط على عبد الناصر وما أعرفش إيه. اللي جاز الفيلم جمال عبد الناصر، قال أنا بحكم على العصابة؟ أنا هل أنا عتريس وأنا
اللي كانت فؤادة هي مصر فعلا، يعني الفيلم صح كان فيه رمز. مصر في مشهد في الفيلم اللي هو بتاع الهويس وهو بيتفتح وشاديه بتفتحه والميه غرقت الارض البور، لما اتعرض في الصين وقفوا الناس سقفت يجي ربع ساعه فضلت تسقف والماكينه بتاعت العرض عدت الفيلم ورا. لان منظر الارض وهي يعني عامله خطوط والميه جري فيها، الارض يعتبر كده كانها ارتوت شربت، فابتدت تبقى المنظر بتاعها الجميل اللي هو فيه روح وحياه. لكن قبل كده يعتبر كانت ارض جافه ما فيهاش روح ولا حياه، نشفت الارض من غير ميه ما تنفعش. احنا عندنا مصر ربنا مدينا النيل وان شاء الله هنحافظ عليه ونحافظ على حصتنا في النيل اثيوبيا، وفي نفس الوقت احنا ربنا مدينا حاجه اسمها المياه الجوفيه في الصحراء. انا عندي ارض في مرسى مطروح نزلت 20 متر في الارض لقيت الميه موجوده يعني. فربنا سبحانه وتعالى يعني الميه هي شريان الحياه، من غيرها ما نعيش. احنا ممكن نعيش من غير اكل لكن ما نقدرش نعيش من غير ميه. الميه دي اساس لل. فالحقيقه يعني طبعا حسين كمال ما يتنسيش يعني، ويوسف شاهين طبعا بافلامه كلها، واشتغلت معايا مدام هدى سلطان، عملت معايا حاجه اسمها الاختيار المر. كانت هي ومدام ماجده زكي ربنا يديها الصحه، وكمال ابو ريا كان معاها. الحقيقه يعني مدام هدى سلطان عظيمة وجليلة وكلنا بنحبها طبعا. مش جميلة مش لا هي ما تتنسيش لأن أفلامها، وهي كانت فنانة رقيقة يعني. مثلا أنا أقول لحضرتك على واقعة الشغل معايا دي، أنا بعت لها السكريبت سهرة كانت إنت خاص اسمها الاختيار المر، فراحت لها سهرة البيت وبتاع وكده، بروفا إمتى؟ قالوا لها الساعة 5. رحت انا البروفه الساعه 5:10، كنا بنعمل بروفه في المركز الثقافي جنب شبرد، فلقيتها قاعده وعامله كده. قلت يا نهار اسود لو انا بقى دلوقتي يعني ايه مدام هدى قالت لي يا استاذ انت مديني ميعاد 5 والوقت الساعه 5:15 ومسحت بيا الارض، ارد عليها اقول لها ايه؟ ففضلت ما كانش حد موجود في البروفه، لا مدير الانتاج جه ولا المساعدين ولا اي حد جه، فقعدت اتسحب انا وجيت من ظهرها من ورا ورحت ايه حاضنها جامد. قالت مين؟ قلت لها محمد الشاهين. هي اول مره تسمعها تشوفني، اول مره تسمعها. قالت اهلا ازيك يا محمد وبتاع، انا قريت الساره جميله جدا ومش عارف ايه. قلت لها عينيا اطلبي اللي انت عايزاه. قالت لا خلاص عجباني واشتغل معاك، واشتغلنا مع بعض. كلام مع حضرتك محتاج حلقات طويله جدا للاسف. نورتني يا استاذ محمد، نورتنا جدا النهارده، شرفت برنامج دورتين وراجل. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب ما تكونوا زهقتوا مننا وتكون حلقه خفيفه ومفيده على قلوبكم. هنستنظر رسائلكم على صفحه البرنامج. دمتم في صحه وخير وسعاده، كنتم مع دورتين وراجل. باي.